أهلا بكم من جديد. رعت سمو الأميرة دانا فراس في منطقة أم سيحون في لواء البتراء حفل إطلاق برنامج جولة البتراء الصغار الذي تنظمه الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء والذي يستمر مدة 5 أيام. التفاصيل في التقرير التالي. جاء تأسيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء للمكانة المرموقة التي تحظى بها البتراء في جيل الحضارات القديمة باعتبارها إرثا حضاريا متجذرا منذ القدم، ومن هذا المنطلق جاء برنامج جوالة البتراء الصغار الذي رعته سمو الأميرة دانا فراس في منطقة أم سحون في وادي موسى بهدف تطوير جيل يحفظ ويحمي تراث البتراء الثقافي والطبيعي من خلال ورش عمل يتم من خلالها تعريف المشاركين الأطفال بأهمية تراث البتراء في الماضي والحاضر والمستقبل. النشاط هو لجمعية الوطنية للحفاظ على البتراء وللأطفال اللي عمرهم 7 لـ9 سنوات، يشمل برنامج تعليمي وتثقيفي عن تراث البتراء الثقافي والطبيعي والأثري، ويعلمهم بطريقة سلسة وممتعة وفعالة من خلال العمل، من خلال المشاركة مع بعض عن الموقع، طبيعة الموقع، أهمية الموقع، هشاشة الموقع، ويعلمهم أيضا عن التصرفات الصحيحة والتصرفات الخاطئة في موقع أثري ومهم وإله طبيعة خاصة زي البتراء. اسم البرنامج هو جوالة البتراء الصغار. البرنامج يتم تنفيذه عن طريق الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، وهي جمعية غير حكومية. تأسست هذه الجمعية عام 1989، ويرأس هذه الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء. يهدف برنامج جوالة البتراء الصغار إلى تطوير وإيجاد جيل يقدر، يحترم ويحفظ التراث الثقافي والطبيعي للبتراء. وتم خلال البرنامج عرض جوانب من التراث الثقافي للبتراء على المشاركين في اللوحات الجدارية والرسم على الفخار ورواية القصص من خلال نشاطات تفاعلية.